مشروع منجم الحديد غارج بلاد، شراكة جزائرية صينية تحت قاعدة 51-49، ثلاث مراحل سيعرفها المشروع إلى غاية 2025 لضمان وتأمين إمداد مصانع الصلب والحديد الوطنية بالمواد الخام، بهدف تصدير الحديد المنتج إلى مختلف الأسواق عبر ميناء مستغانم. تكلفة الاستثمار حسب التقديرات الأولية تصل إلى 2 مليار دولار، مع طاقة إنتاجية من الصلب تقارب 12 مليون طن سنوياً، ما يقابله توفير 20 مليون طن سنوياً من الحديد الخام، في وقت يصل مخزون غارج بلاد إلى 3.5 مليار طن بتركيز عالي من الفوسفور. كل هذا سيسمح بخلق 3000 منصب عمل خلال انطلاق أشغال الإنجاز.